قال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إن مملكة البحرين ستستضيف الاجتماع الأول للأمناء العامين لجميع المنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية. جاء ذلك خلال حضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لحفل العشاء الذي أقامه معالي السيد دون براموود ويناي وزير خارجية مملكة تايلاند الصديقة تكريما لوزراء خارجية دول حوار التعاون الآسيوي، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يترأس وفد المملكة المشارك في القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري بمدينة بانكوك. وقد أكد معالي وزير الخارجية على أهمية استغلال انعقاد هذه القمة الهامة في بلورة موقف آسيوي موحد يرسخ المكانة التي يليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، مشددا معالي على أن تبني أي تشريعات أحادية تقوض أو تمس هذا المبدأ تعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وانسلاخا عن جميع الأعراف الدولية ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة. وحذر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة من أن تسييس القوانين وامتثال الدول أمام القضاء وكأنها أفراد يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وسيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بين الدول ويؤثر سلبا على جميع مجالات التعاون الدولية وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد معالي وزير الخارجية على أهمية تعزيز إطار التعاون الآسيوي من خلال إعطاء الأولوية لركائز التعاون الست المتفق عليها تماشيا مع جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث انضمت مملكة البحرين كمساعد محرك رئيسي في 5 من أصل 6 من هذه الركائز.